بسم الله. دلوقتي هنشوف بعض اوامر التعديل. خلينا نرسم شكل وليكن مثلا بوليجن بالشكل دوت. اقول له انا عايز اعمل موف، فبكل بساطه تقدر تنقل شكل مطرح ما انت عايز. اقول له انا عايز اعمل بوش، فتقدر تعمل دفع زي ما انت شايف، او انبساط كانك انت بتدوس على معجون السنان فبيخرج بنفس الشكل بتاع الفتحة. تقدر تعمل اي شكل زي ما انت شايف. طيب لو انا عايز اعمل جزء منه، فهرسم هنا خط من هنا لهنا، ولما هاجي بعد كده اقول له بوش هيعمل الجزء دوت. تمام. ممكن بعد كده امر روتيت، تعلم على اي جزء وتعمل له روتيت زي ما انت شايف بالشكل دوت. تمام. خلينا نرسم شكل تاني اهوت. عندنا هنا امر فولو مي. يعني ايه فولو مي؟ يعني هديله مسار وهو يبدا يمشي على المسار دوت. طيب خلينا نرسم له مسار، وليكن مثلا هبدا مثلا من النقطه ديت وهبدا اطلع اهوت. ده المسار اللي انا عايز امشي عليه. ادوس اسكيب لما اخلص، وبعد كده هقول له فولو مي، اعلم على الشكل وابدا اختار المسار، ابدا امشي بالمسار ما ادوس عليها خالص، مجرد بس ان انا بحدد النقطه بالماوس من غير ما ادوس على اي حاجه. لما اخلص اروح دايس كليك شمال، يروح رسم لي بالشكل دوت. وعندي هنا امر سكيل، حدد الشكل اللي انا عايزه. مثلا عايز الجزء دوت اعمل له سكيل. وعندي امر اوفست، اقدر اعمل اوفست لاي شكل انا عايزه. ليكم مثلا الشكل دوت اهوت، خلينا نختار اوفست الشكل اللي هو فوق دوت. هروح مثلا ايه اعمل جزء منه بالشكل دوت. بعد كده الجزء دوت اقدر اعمل له بوش لوحده سواء لاعلى او لاسفل.